ازيكم عاملين ايه؟ يعني بجد والله، يعني انتوا فعلا هتلاقي يعني دايما دايما درجات الفاينل بتبقى اعلى من درجات الميد تيرم بجد والله. نعم، في ايه؟ كيرف ايه؟ يعني على حسب الدرجات بتاعت الدفعه. كيرف فيتنج يعني؟ لا غالبا مش بيبقى فيه كيرف فيت. يعني على حسب، يعني اصل مش انا اللي بحدد، الدكتور هي اللي بتحدد يعني. بس anyway يعني دايما الفاينل درجاته بتبقى كويسه، يعني الناس بتبقى في الفاينل جايبه درجات كويسه. يعني انا فاكر يعني حتى في دفعتي كان في ناس في الميد تيرم ما كانتش جايبه درجات كويسه، في الاخر جابت امتياز يعني فيزيكس يعني. فمش مش 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 مش, مش, مش نهايه الكون يعني. في لسه كويزز وفي حاجات يعني، وممكن تاخدوا بونص في السكشن، وفي في درجات كتير يعني ممكن تعوضوها يعني. طيب خلينا نبدأ. طيب أول حاجة عايزين نتكلم عليها النهاردة، شباب أول حاجة عايزين نتكلم عليها النهاردة اللي هي دوبلرز إفكت. يعني إيه دوبلرز إفكت؟ إن أنا لو عندي سورس، بيطلع ويف، والسورس ده كان بيتحرك في أي دايركشن، في دايركشن ما، هنلاقي إن الويفز أو الساوند ناحية اليمين، أو هو بيتحرك ناحية اليمين، هنلاقي إن الساوند ويف ناحية اليمين مختلفة عن ساوند ويف ناحية الشمال، أو in front of وباك للسورس. فإيه اللي بيحصل؟ إن السورس لما بيجي يتحرك في هذا الدايركشن، هنلاقي إن هو بيضغط الويفز زي كأنه بيضغط الكريستس ورا بعض. إحنا كنا قلنا قبل كده إن الكريستس دي بتعبر عن قمة الموجة، فهو كأنه بيضغط الويفز، بيضغط الكريستس، فالمسافة ما بين التو كريستس ورا بعض، اتنين ورا بعض، هتبقى لامدا داش اللي هي اصغر من اللامدا بتاعه السورس ذات نفسه. هو كانه هو ماشي عمال بيزق الكريست فبيضغطهم على بعض. طيب الناحيه الثانيه عكس او ورا السورس بيبقى العكس بقى، ان هو كانه بيعمل لوزنج للكريست، كانه بيبعد المسافه ما بينهم. فبالتالي هنا بقى نسميها لامدا داش، وهنا لامدا دبل داش. فلامدا داش دي انا صغرت الويف لينث، فده معناه ان الفريكوانسي اللي هيسمعه اوبزرفر عند نقطه A هيبقى ايه؟ اكبر من الفريكوانسي بتاع السورس ذات نفسه. والفريكوانسي اللي عند دبل داش او النقطه B هيبقى اصغر من الفريكوانسي بتاع السورس. ده ليه؟ علشان الويف لينث كبر، فبالتالي الفريكوانسي للاوبزرفر B هيسمعها هتقل. فهنا F دبل داش هتقل. طيب القانون ده الدكتور اثبتته معاكم في الليكتشر. اف نود اف او، اف او دي معناها الاوبزرفر، الفريكوانسي اللي عند اوبزرفر ما على الفريكوانسي بتاعه السورس بتساوي في ماينس في اوبزرفر على في ماينس الفي سورس. ودي بتبقى بلس اور ماينس، ودي بتبقى بلس اور ماينس. طب امتى نعملها بلس اور ماينس؟ ممكن تعملوها زي ما قلنا دكتور قايلها في الليكتشر. ممكن برضو في طريقه ثانيه ممكن نعملها بيها، ان انا دايما بثبت اتجاه الويف اللي هو بتحرك من السورس للريسيف ده البوزيتيف. اي حاجه في نفس الدايركشن بتبقى بوزيتيف، اي حاجه في عكس الدايركشن بتبقى نيجاتيف. في فور كيسز هعملها، وبعد ما اعملهم هسال لو في حد مش فاهم حاجه. انا عارف ممكن يكون انتوا مش فاهمين قوي الكلام اللي انا بقوله، بس لما هنيجي ابلاي على فور كيسز دي هتبقى واضحه جدا. طب ايه اللي احنا بنعمله؟ احنا بنقول دايما بنثبت في ماينس في ماينس، واللي جوه دي بنحط الفيلوستي كماجنتيود ودايركشن. يعني ايه ماجنتيود ودايركشن؟ الفيلوستي انا عارف ان ليها ماجنتيود، ده ما حدش معترض عليه. الدايركشن، دايركشن دايما هفترض ان دايركشن البوزيتيف بتاعي من السورس للاوبزرفر، من السورس للاوبزرفر ده البوزيتيف بتاعي. اي فيلوستي في نفس الاتجاه تبقى بوزيتيف، اي فيلوستي في عكس الاتجاه تبقى نيجاتيف. فده الدايركشن اللي بتكلم عليه. طب خلينا نابلاي. اولا السورس بيطلع ويفز في كل الاتجاهات ولا لا؟ دي نقطه بس عايزين تبقى واضحه. سورس اكنه بوينت سورس، فبيطلع سفيريكال ويفز في كل الاتجاهات. طب انا مهتم بمين؟ مهتم بالاوبزرفر. هل انا مهتم بورا السورس؟ لا، انا مهتم بالاوبزرفر. فدايما الفي ويف هفترضها تتحرك من السورس للاوبزرفر، يبقى ده ايه؟ اتجاه الفي ويف. اتجاه الفي ويف دايما بيبقى بوزيتيف، اي حاجه في نفس الدايركشن بوزيتيف وعكس الدايركشن بتبقى نيجاتيف. طب خلينا نبص على الاكزامبل ده، الاوبزرفر مع ولا عكس الفي ويف؟ عكس، يبقى اكتبها بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بقت نيجاتيف في اوبزرفر. طيب السورس مع ولا عكس الويف؟ مع الويف، يبقى اكتب ايه؟ الفي سورس. دايما بثبت الفي ويف هي البوزيتيف، واي حاجه معاها بوزيتيف، واي حاجه عكسها نيجاتيف، ودول دايما نيجاتيف. طب في الاكزامبل ده
السورس بيجري ورا الاوبزرفر. مين السورس؟ ده السورس ده الاوبزرفر. يبقى الويف اتحرك من فين لفين؟ فروم سورس تو اوبزرفر، صح؟ مين اللي انا بدرسه؟ الاوبزرفر، صح؟ فهي دي اتجاه ايه؟ الويف، وده الايه؟ بوزيتيف دايركشن بتاعي. طيب الاوبزرفر بيتحرك مع ولا عكس الفي ويف؟ مع. يبقى اكتبها بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. طيب السورس بيتحرك مع ولا عكس الفي ويف؟ معاها. تبقى بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. طب الكيس دي السورس بيتحرك عليا والاوبزرفر بيبعد عني، الويف بتتحرك من مين لمين؟ فروم سورس تو ريسيف. مين السورس؟ ده السورس وده الريسيف. بيتحرك من فروم اس تو او او فروم اس تو ار. يبقى دي الفي بتاعت الويف، ده البوزيتيف دايركشن بتاعي. اي حاجه في نفس الدايركشن بوزيتيف، اي حاجه عكسها تبقى نيجاتيف. دايما تبقوا فاكرين دايما الفي الويف هي البوزيتيف، احنا دايما كاتبين قدامها ايه؟ بوزيتيف. طيب الاوبزرفر مع ولا عكس؟ مع. تبقى بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ السورس مع ولا عكس؟ عكس. تبقى بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. طيب اخر كيس، هنا السورس وده الريسيف، يبقى الويف هتتحرك فروم ايه تو ايه؟ فروم سورس تو ريسيف. يبقى ده كده اتجاه الفي ويف، ده البوزيتيف دايركشن بتاعي. طيب الاوبزرفر بيتحرك معاه ولا عكس؟ عكس، صح؟ تبقى بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. بقت نيجاتيف في اوبزرف. السورس بيتحرك معاه ولا عكس؟ عكس. تبقى نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ نيجاتيف. نيجاتيف في اس. طيب حد مش فاهم الطريقه دي؟ ايا كانت الطريقه المريحه ليكوا استخدموها يعني، بس انا بحب اشرح الطريقه دي لانها ستريت فورورد جدا. دايما القانون ده ثابت، في ماينس وفي ماينس، واللي جوه بحطه كماجنتيود ودايركشن. شوف السورس فين والريسيف فين، يبقى ده اتجاه الفي ويف وده البوزيتيف بتاعي. اي حاجه مع الدايركشن ده تبقى بوزيتيف، واي حاجه عكسه تبقى نيجاتيف. تمام؟ في حد عنده سؤال في القصه بتاعه دوبلرز افكت؟ طيب بالنسبه للاي ام ويف، الدكتور اتكلمت معاكم على ماكسويلز ايكويشن، وماكسويلز ايكويشن يعني بناء على القوانين بتاعه جاوس وفاراداي وامبيرز لو، لقى ان في علاقه ما بين الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد. يعني ايه؟ يعني whenever there is a magnetic field there is a electric field. لو في electric field في magnetic، لو في magnetic في electric. بس ده في الكونديشن بتاعه، الكونديشن بتاعه ان لازم الماجنتيك فيلد يكون بيتغير مع التايم علشان يعمل لي جنريشن للالكتريك فيلد. ونفس القصه، لازم الالكتريك فيلد يكون بيتغير مع التايم عشان يعمل لي جنريشن للماجنتيك فيلد. طيب اول قانون ده اللي هو جاوس لو، بيقول ان انا لو عندي بوينتد شارج كيو، الالكتريك فيلد اللي خارج منها او الديسبيسمنت فيكتور ان هو بقدر اجيبه ان هو بعمل تكامل على سطح مغلق، ودي علامه السطح المغلق. هتاخدوها في كورس الانتجريشن زي تكامل على سطح مغلق، الدي دوت دي اي، دي اي دي اللي هي الاريا اليمنت، بتساوي الكيو، الكيو اللي هي البوينت شارج. طيب نفس القصه او يعني نفس الانالوجي، الالكتريك فيلد هنلاقي الماجنتيك فيلد، ماجنتيك فيلد تكامل البي دوت دي اي بيساوي صفر. ده معناه ايه؟ معناه ان الماجنتس ما اقدرش افصلها لوان مونوبول. يعني ايه الكلام ده؟ دايما الماجنت بيبقى ايه؟ دايبول اس وان، سورس اند ناوس. ما تقدرش تفصل البول او اللي هو القطب الشمالي عن القطب الجنوبي، دايما الاثنين موجودين بغض النظر عن حجم الماجنت. يعني لو جبت ماجنت مثلا كده وكسرته نصين، كل نص فيهم هيبقى ايه؟ اس وان. لو كسرت كل نص فيهم لنصين تانيين اس وان، وهكذا. فلقوا انه مستحيل تفصل التو دايبولز عن بعض، دايما بيبقوا مع بعض. وده معناه ان التكامل البي دوت دي اي بالصفر. ليه؟ انك انت لو قلنا خطوط المجال المغناطيسي دايما مغلقه، تمام؟ فانت لو عملت انتجريشن على اي سطح مغلق وتفرض السطح المغلق ده بره الخطوط المجال، فانت عملت تيجي تعمل انتجريشن، عدد الخطوط اللي خارجه بكام؟ صفر. عدد الخطوط اللي داخله بكام؟ صفر. طب لو انا اخدت سيركل كده بتقطع الخطوط، ماشي خليها كده، ماشي مفيش مشكله. سيركل بتقطع الخطوط دي،
فهنلاقي عدد الخطوط اللي خارجه 2 وعدد الخطوط اللي داخله 2، ف 2 ماينس 2 تديني ايه؟ 0. فدايما عدد الخطوط المجال المغناطيسي مغلقه، عدد الخطوط اللي خارجه من الماجنت هي عدد الخطوط اللي داخله تاني للماجنت، فدول بيكنسلوا بعض. فده معناه ان تكامل البي دوت الدي، او يعني معنى التكامل ده هو الكلام اللي احنا بنقوله ده، تكامل البي دوت الدي اي بيساوي صفر. يعني دايما خطوط المجال المغناطيسي مغلقه، انك انت مستحيل تفصل التو دايبولز عن بعض، دايما الاثنين موجودين مع بعض، عمرك ما هتلاقي حاجه مونوبول، ماجنت مونوبول. طيب القانون الثاني اللي هو بتاع فاراديز لون، وبيقول لو انا عندي ماجنتيك فيلد بيتغير مع التايم هيعمل لي جنريشن لالكتريك فيلد. ونفس القصه بالنسبه للالكتريك فيلد، انا عندي الكتريك فيلد بيتغير مع التايم هيعمل لي جنريشن لماجنتيك فيلد، بس الزياده ان هو الترم بتاع الكرنت اللي هو امبيرز لو. فميو اي بلس ميو ابسلون تفاضل الفاي اللي هو الفيد بتاع الالكتريك فيلد مع التايم هيعمل لي جنريشن للماجنتيك فيلد، بحيث الماجنتيك فيلد لو عملت له انتجريشن على كلوز لوب هيديني القيمه دي. ده كده المفروض تعرفوه يعني في القوانين، ان هو تعرفوا الحاجات الكونسبشال فيه. كانتجريشن بتاعي الدكتور قالت مش محتاجين انك انتوا تعملوا الانتجريشنز دي، محتاجين تعرفوا بس القوانين دي بس وايه معناها. الانتجريشنز والحاجات دي كلها هتعملوها بالفعل بس في كورس تاني او كورسات تانيه يعني في الفيلز يعني. فده اللي انتوا المفروض تعرفوه. طب الحاجات التانيه اللي هي ريليشن بتاعت الدي الديسبيسمنت فيكتور والالكتريك فيلد، دي بتساوي الابسلون في الاي. ايه الابسلون دي؟ اللي هي البيرميتيفيتي. يعني ايه بيرميتيفيتي؟ هي قابليه الوسط او قابليه الميديوم ده على ان هو يستور الكتريكال انرجي، الكتريكال انرجي في صوره الكتريك فيلد صوره اي. فالابسلون دي اللي هي البيرميتيفيتي، قابليه الوسط ان هو يستور الكتريكال انرجي في صوره الكتريكال فيلد. نفس القصه بالنسبه للماجنتيك، البي بتساوي ميو في الاتش، والميو دي هي الايه؟ البرميابيلتي. هتلاقي دايما في انالوجي بين الالكتريك والماجنتيك. الالكتريك هتلاقي الحاجه، ماجنتيك هتلاقي اكنها دبل فيست كوين، يعني اللي هو الحاجه اللي في الالكتريك هتلاقيها في الماجنتيك. تمام. والانرجي اللي ستورد يو الانرجي دنسيتي ستورد كالكتريك فيلد تساوي نص ابسلون في الاي سكوير، ودي بتبقى فانكشن في التايم. الاي دي مش الماكسيمم. اليو اي بتساوي نص ابسلون في الاي سكوير. ناخد بالنا ان الحته دي برضو ممكن تلخبطكم. اليو اي لو انا قلت لك يو اي او الانرجي دينستي كتوتال، دايما دي بتبقى فانكشن في التايم. يعني احنا قلنا هنا اليو اي بتساوي نص ابسلون اي سكوير، واليو ام بتساوي نص ميو اتش سكوير، والاثنين بيساوي بعض. طيب لو انا عايز اجيب التوتال انرجي دينستي هتبقى مجموع الالكتريك ومجموع الماجنتيك، اللي هي تديني لو دي بتساوي دي فنص ابسلون اي سكوير زائد نص ابسلون اي سكوير تديني ايه؟ ابسلون اي سكوير. فدي اليو توتال هتساوي ابسلون اي سكوير، بس دي ايه؟ فانكشن في التايم. اي اوف تي يعني ايه؟ اي اوف تي يعني الاي اوف تي فانكشن، حاجه بالشكل ده ترافلنج ويف. امال ايه بقى اليو افريج؟ اليو افريج هي ايه؟ الافريج بتاع الكلام ده، اللي هي تديني ايه؟ نص ابسلون في اي نود سكوير. ناخد بالنا الفرق بين الاثنين دول. يو توتال هي فانكشن او انستانتينيوس فانكشن في التايم، بعوض عن الاي بالترافلنج ويف ككل. طب ايه اليو افريج ده؟ لو انا جيت اخدت الافريج بتاع الساين سكوير، عملت انتجريشن على ساين سكوير، يعني مثلا قلنا ساين سكوير دي اكس اكس، دي هتديني ايه؟ هتديني نص. تمام؟ بكامل على البيريود يعني. فده تكامل مشهور قوي، ان انا لما اجيب الافريج بتاع حاجه ساين او كوساين على بيريود كامله هتديني ايه؟ هاف. فنص اي ابسلون نود سكوير، مين الابسلون نود دي؟ اي نود سكوير، انا اسف، اي نود سكوير، مين الاي نود دي؟ اللي هي الاي الاي ماكسيمم، ممكن نكتبها اي نود او ايه؟ اي ماكسيمم. اللي هو الامبليتيود يعني بتاع الساين. في حد مش فاهم النقطة دي؟ النقطة دي مهمة، نفرق ما بين اليو توتال أو اليو انستانتينيوس. طالما هو ما كتبلكش افريج تبقى فانكشن في التايم. لو كتب لك افريج يبقى بتضرب في نص وتاخد الامبليتيود بس، زي ما احنا عملنا هنا، ضربنا في نص خدنا الامبليتيود بتاع الساين. أنا بقول أهو
عشان دي ممكن تلاقيها في الاختيارات. يعني هتلاقي مثلا اللي يقول لك مثلا هتلاقي الانرجي دنسيتي، تلاقي في الاختيارات حاجات فانكشن في التايم وحاجات اللي هي ايه دي، هتلاقي مثلا الاختيارات الاثنين دول مثلا. فانت تبقى عارف لو مطلوب منك الانرجي دنسيتي توتال تبقى ايبسون في الاي سكوير كفانكشن في التايم، الافريج تبقى نود وماكسيمم تمام ونص. طيب مع البروف اللي اخدته في الليكتشر وصلته في الاخر ان الالكتريك فيلد عباره عن ترافلنج ويف بيبروباجيت بالفيلوسيتي اوف لايت. نفس الفكره بالنسبه للماجنتيك فيلد عباره عن ترافلنج ويف بروباجيت بالفيلوسيتي اوف لايت. فالكونكلوجن في الاخر اللي وصلت له لو انا عندي الكتريك فيلد هو ترافلنج ويف بتبروباجيت او is propagating with the velocity of light. نفس القصه بالنسبه للماجنتيك فيلد، فالكونكلوجن ان الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد او اكشلي اللايت هو عباره عن اي ام ويفز، اللايت عباره عن ترانسفيرس ويف الكتريك وماجنتيك بالشكل ده. فده كده اللايت هو الكتريك فيلد بيوسليت، مثلا احنا قلنا ان هو بيوسليت في اتجاه الاكس مثلا، احنا قلنا ده اكس وده واي وده زي، فالالكتريك فيلد بيوسليت في اتجاه الاكس والماجنتيك فيلد بيوسليت في اتجاه الواي والبروباجيشن في اتجاه الزد. الديستربنس في اتجاه الديستربنس او الديستورشن بتاع الالكتريك فيلد، الكتريك فيلد في الاكس صح؟ الكتريك فيلد انا جاي في الاكس، فده اتجاه الديستربنس او اتجاه السمبل هارمونيك موشن او اتجاه الاوسيليشن او اتجاه الديستورشن. اتجاه البروباجيشن للاثنين هو ايه؟ الزد. طيب احنا قلنا ان اللايت عباره عن الكتروماجنتيك ويفز ترانسفيرس الكتريك ماجنتيك ويف، والايكويشنز بتاعت الاي والبي بتقول حاجات كده اي ماكسيمم ساين اوميجا تي ماينس كي اكس بلس الفا. ان احنا قلنا ان الاي عباره عن ايه؟ ترافلنج ويف صح؟ والبي برضه نفس القصه ترافلنج ويف ساين اوميجا تي ماينس كي اكس بلس الفا. طب هل دايما لازم الفيلوسيتي بتاعت الاي والبي تبقى فيلوسيتي اوف لايت؟ يعني اقصد ان هو مش لازم تبقى دايما بسي، ممكن تبقى موجود في ميديم تاني، ممكن اللايت ده يكون في ميديم مثلا في الميه مثلا، فالفيلوسيتي بتاعت اللايت هتبقى سي؟ لا هتبقى سي على الان تمام. فيعني برضو تاخدوا بالكم ان هو احنا عارفين ان اللايت عباره عن الكتروماجنتيك ويفز بروباجيت بفيلوسيتي اوف سي، بس ده جايبين ايه؟ ان هو بروباجيت في الفاكيوم او في الاير. طب لو هو اتنقل لوسط تاني الفيلوسيتي طبعا لازم ايه؟ تختلف. طيب والريليشن ما بين الالكتريك فيلد، انهي الكتريك فيلد الابسوليوت فاليو او القيمه الماكسيمم؟ يعني احنا المفروض نكتب ان دي اي ماكسيمم وبي ماكسيمم. الاي ماكسيمم بتساوي البي في البي تمام؟ والكي اللي هي 2 باي على لامدا احنا قلناها قبل كده، والفي بتساوي الاوميجا على الكي. اخر حاجه البوينتنج فيكتور، البوينتنج فيكتور ده بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن باور بير يونت اريا كفيكتور، حاجه فيكتوريال. ان انا لو عندي كميه زي دي بيحصل لها بروباجيشن، فكابيتال اس بتساوي 1 على ميو اي كروس بي. ده معناه ايه؟ معناه ان هي الباور ترافلد بير يونت اريا او انرجي بير يونت تايم ترافلد بير يونت اريا. واحنا قلنا دي كميه انستانتينيوس فيكتوريال، وانستانتينيوس يعني ايه انستانتينيوس؟ يعني فانكشن في التايم. لو احنا عملنا ريبليسمنت للاي في القانون ده وريبليسمنت للبي في القانون ده هنلاقي ان هي ايه؟ لازم تبقى فانكشن في التايم، تبقى ساين سكوير، ساين في ساين ساين سكوير. فالاس تبقى فيكتور وبتبقى فانكشن في التايم. طب الاس افريج هتبقى اليو افريج في الفي اللي هي هتساوي الاي. يعني هتلاقي الاس افريج برضو نفس القصه زي ما احنا عملنا هنا، الاس افريج هتبقى ساين سكويرد، ساين سكويرد لما تيجي تاخد الافريج بتاعها هتديك ايه؟ نص. فنفس القصه هنا، دي فيكتوريال وانستانتينيوس، والاس افريج اللي هي الانتنسي اللي هي بتساوي اليو افريج في الايه؟ في الفي، اليو افريج اللي احنا لسه جايبينها تمام؟ والفي دي اللي هي الفيلوسيتي بتاعت البروباجيشن بتاعت الويف. طيب اخر حاجه التو رولز دول، ده لو انا عايز اجيب الانتنسيتي كفانكشن في الاي، لو هو في المساله مديني الاي وانا عايز اجيب الانتنسيتي فبستخدم القانون ده، والقانون اللي تحتيه لو انا معايا الانتنسيتي وعايز اجيب الاي فبستخدم القانون ده. الاثبات بتاع الاثنين دول في مساله رقم 5 في الشيت، حاولوا فيها لو ما عرفتوش هتلاقي الحل موجود عندكم تمام. في حد عنده سؤال؟
نعم. دي ما يكونش فيه ايه؟ ليه؟ نعم. لا لا يعني خلينا بس نوضح النقطة دي. هو باشمهندس قال نقطة كويسة ممكن برضو انتوا تكونوا مش واخدين بالكم منها. الفيلوستي ان جنرال بتساوي واحد على جذر ميو في الار ميو في الابسلون، والميو دي ان جنرال بتساوي ميو نود ميو ار، والابسلون ميو ابسلون او ابسلون نود ابسلون ار. تمام. طيب فدي بتساوي سي على جذر ابسلون نود ابسلون ار ميو ار. قصة بقى ان الميو ار بواحد دي معناها ايه؟ ان هي نون ماجنتيك ماتيريال، بس دي مش معناها ان مفيش ماجنتيك فيلد. في فرق. يعني ايه نون ماجنتيك ماتيريال؟ في ماجنتيك او في ماتيريالز معينة ليها خواص او بروبرتيز ماجنتيك، ان هي بتبيهيف بشكل مختلف مع الماجنتيك فيلد عن الماتيريالز العادية. الماتيريالز العادية لو اسقطت عليها ماجنتيك فيلد هتبيهيف عادي لينيرلي. الماجنتيك ماتيريالز دي بتبقى حاجه نون لينير، بتبيهيف بشكل مختلف مع الماجنتيك فيلد. فعشان كده الميو ار بتبقى بتساوي واحد فور موست ماتيريالز، معظم الماتيريال بواحد. في سبيشال كيسز او ماتيريال معينه بنسميها الفيرو ماجنتكس او الماجنت ماتيريالز، دي بتبيهيف بشكل مختلف مع الماجنتيك فيلد، فالميو ار بتاعتها مش بتساوي واحد، بتبقى حاجه فانكشن بقى في السبيس، تبقى ميو فانكشن في الاكس وات ايفر يعني. فهو ده إجابة على السؤال بتاعك. فمش معنى ان ميو ار بواحد ده مش معناه ان مفيش ماجنتيك فيل. لا، في ماجنتيك فيل، بس الماتيريال مش نون ماجنتيك ماتيريال. تمام. في حد مش فاهم النقطة دي؟ انهي ده اي فانكشن في الاي؟ نعم، هو الاثنين واحد. اكشن انا معاك الاثنين واحد، بس اللي هو فور سمبلستي. انا عارف ما لهاش معنى فعلا، بس اللي هو ايه، انا لو اديتك الاي هتعوض ستريت فورورد القانون ده تجيب الاي. فلو معاك الاي هتضرب تضرب هنا في اثنين وتقسم ومش عارف ايه وتاخد الجذر، فاهم؟ ما هو اكشلي فعلا انت لما تيجي تستنتج في مساله رقم 5 تستنتج اللي فوق بس. وانت وانس انك انت استنتجت اللي فوق هتعمل الكلام اللي انا بقوله لك، هتضرب في اثنين وتقسم على الكلام ده وتاخد الجذر وتطلع لك الرقم ده. هو اكشلي هو انت لو خدت الجذر جذر اي على ان والباقي شويه كونستانس هتحسبها تديك الرقم ده. فهما الاثنين اكشلي حاجه واحده، بس هو فور سمبلستي هتعوض ستريت فورورد عن اي تجيب الاي بدل ما تعمل الكلام ده. طيب نبدا حل دوبلر. طيب مسألة رقم 7. اوكي. طيب مسألة رقم 7 هيحط موشن ديتكتور بحيث ان هو يبعت ويف تخبط في قلب البيبي ترجع علينا تاني نسمع ايه الدقات. طيب اول مطلوب بيقول لي لو كان الجدار بتاع قلب البيبي ده بيتحرك سمبل هارمونيك موشن الامبليتيود 1.8 ملي متر والفريكوانسي 115 دقه في الدقيقه بتاع دقات القلب، يعني عايز يعرف ايه هي الماكسيمم لينير سبيد اللي هيتحرك بيها الهيرت وول اللي هو جدار القلب. ايه الكلو اللي قاله في الحته دي؟ الكلو اللي احنا قلناه في الحته دي اللي هيساعدنا نحل في المساله ان هي سمبل هارمونيك موشن، صح؟ وقال ان هي بتحرك سمبل هارمونيك موشن. طب سمبل هارمونيك موشن، نفتكر سمبل هارمونيك موشن كانت ايه؟ ان انا عندي حركه، نعم، الامبليتيود في اوميجا ده اللي هو ايه؟ ال V maximum. ليه بقى؟ تمام. فبيقول لي اسمك بقى في الاخر، شفتي؟ بونص سهل اهو.
طيب السيمبل هارمونيك موشن، افكركم السيمبل هارمونيك موشن احنا قلنا ان هي بتبقى حركه على خط، مثلا السبرينج قلنا السبرينج ده بيجي بيتحرك، حرك فوق وتحت، الحركه دي بنسميها السيمبل هارمونيك موشن. وقلنا ان الواي بتساوي واي نود ساين مثلا اوميجا تي، اوكي بلس الفا وات ايفر مش تفرق. لما اجي اجيب الفيلوسيتي، الفيلوسيتي ايه هي؟ ايه معدل تغير الديسبيسمنت، فالفيلوسيتي اللي هي تبقى ايه واي دوت اللي هي تساوي واي نود اوميجا كوساين اوميجا تي. حد مش فاهم الكلام ده؟ طيب يبقى الماكسيمم لينير سبيد بتاعت جدار القلب هتبقى ايه؟ هتبقى اوميجا في الاي او واي نود في الاي، يبقى الماكسيمم لينير سبيد هتساوي ايه؟ هتساوي ال V maximum linear speed بتاع جدار القلب هتساوي ال A في الأوميجا، والأوميجا اللي هي بتساوي 2 باي في ال F. حد مش فاهم مطلوب ده؟ مطلوب ده تاني. قال لي الجدار القلب بيتحرك simple harmonic motion، عايز أعرف ال maximum linear speed الجدار ده يقدر يتحرك بيها. قلنا ال maximum linear speed هتبقى تساوي ال A في الأوميجا، ال A دي الأمبليتيود والأوميجا هي ال 2 باي في ال F. طيب مطلوب التاني بيقول لي إيه؟ بيقول لي افترض ان افترض ان الموشن ديتكتور ده از ان كونتاكت ويز مثلا، بيقول لي افترض ان الديتكتور ده هيبقى ان كونتاكت مع بطن الام، بحيث ان ان هو هيطلع فريكوانسي بحيث ان هو يطلع فريكوانسي كام؟ 2 في 10 اس 6 هرتز، 2 ميجا هرتز. بيقول لي ان الويف ترافل 1.5 كيلومتر بير سكند، الفي بتساوي 1.5 كيلومتر بير سكند. طيب عايز تعرف ايه يا معلم؟ عايز اعرف الماكسيمم فريكوانسي اللي هتوصل لجدار القلب. ايه تاني في الراحه بس؟ بس هو في مطلوب رقم بي ما بيقوليش انا عايز يعرف اللي رجعت، هو مقسمهم لي على تو ريكويرمنتس. مطلوب رقم بي عايز يعرف هنا عند جدار القلب. تمام ماشي صح. طب خليني اشرحها. هو ده القلب بتاع البيبي. طيب هو بيقول لي ايه؟ عايز يعرف الماكسيمم فريكوانسي اللي هتخبط في قلب البيبي يا عيني. عايزين نعرف الماكسيمم فريكوانسي اللي هتخبط في قلب البيبي. ماشي نعذبه عشان نسمع. ماشي عشان نسمع الدقات بقى والكلام من ده. طيب هي اوريدي جاوبت معلش يعني. فاللي احنا هنعمله ان احنا ايه هنابلاي دوبلر. مين السورس مين الريسيف؟ ده السورس، بكتب هنا ايه ده الاس. مين الريسيف؟ ده الاوبزرفر او الريسيف، بكتبها R او observer. طيب ال V wave تحرك from source to receive، تحرك from source to receive، يبقى دي اتجاه ال V wave وده ال positive direction بتاعي. طيب هن apply a rule، هنقول ايه؟ هنقول خلينا نقسمها نصين، F O على F S بتساوي V minus على ال V minus. اوكي طيب ال observer مين ال observer؟ جدار القلب مش البيبي، جدار القلب. جدار القلب بيتحرك ولا ثابت؟ بيتحرك في اي دايركشن؟ خليني بس يعني ايه خلينا بغض النظر عن النقطه دي، خلينا الاول نتكلم على السورس. السورس بيتحرك مع ولا عكس الاتجاه الفي ويف؟ ثابت صح؟ بلخبطكم شفت؟ وقعت على طول يعني، انا كنت حاطط لك الاختيارات دي كنت وقعت على طول. الموشن ديتكتور هو قال لك ايه؟ is in contact مع الايه بطن الام. تمام فده معناه ان هو ثابت. هل هو بيتحرك؟ ما بيتحركش، مش منطقي ان هو يتحرك يعني. فهو ايه هو السورس الفي بتاعت السورس بايه؟ بصفر. طيب خلينا نتكلم على الفي بتاعت جدار القلب.
احنا لسه جايبين الفي ماكسيمم بتاع جدار القلب، بس احنا عارفين ان جدار القلب ده بيتحرك ايه؟ سمبل هارمونيك موشن اب اند داون. يعني ايه اب اند داون؟ يعني هو بيجي كده بيجي كده، صح؟ طيب هو عايز يعرف الماكسيمم فريكوانسي، عايز دي ماكسيمم ماكسيمم فريكوانسي اللي هتوصل لجدار القلب. ناخد بالنا برضو في فرق بين جدار القلب والبيبي. هل البيبي بيتحرك؟ قاعد مريح، لكن مين اللي بيتحرك؟ القلب هو اللي بيتحرك، هو بيسال على جدار القلب. فما فيش حد يجي يكتب لي هنا ايه زيرو، لا جدار القلب بيتحرك. طيب جدار القلب بيتحرك كده وكده، طيب ده معناه ان هو مره نيجاتيف ومره ايه بوزيتيف. بس هو قال لي ايه الكلو اللي في المساله اللي يخليني اختار واحد فيهم؟ ان هو قال لي عايز دي ايه ماكسيمم، فالباست ماكسيمم ده معناه ان الباست ده ايه ماكسيمم، صح؟ فماكس الباست ده عشان يبقى ماكس بيبقى حاجات مجموعه ولا مطروحين؟ مجموعين، صح؟ فدي لازم تبقى ايه نيجاتيف في بتاعه الهيرت مثلا، تمام؟ طب والفي بتاعه الهيرت دي عوض عنها بكام؟ بالايه بالاي في الاوميجا، تمام؟ حد مش فاهم النقطه دي؟ حد مش فاهم النقطه دي؟ طيب فانا عوض عن دي بايه؟ بالاي في الاوميجا. ده كده مطلوب رقم بي. طيب مطلوب رقم بي تاني سريعا، هو قال لي عايز اعرف الماكسيمم فريكونس توصل لجدار القلب بتاع البيبي، ان انا هبعت ويف تخبط في جدار القلب وهشوف هابلاي دوبلر، يعني هشوف مين السورس ومين الريسيف باتجاه الويف من السورس للريسيف. ده البوزيتيف دايركشن ودي الفي. الحاجه العكس او مع الفي سورس الاول اصلا بزيرو. طيب بالنسبه للفي بتاعه جدار القلب انا مش عارف هو عايز انهي واحده، انا عارف ان هي سمبل هارمونيك موشن هي بتتحرك في التو واي، فانا مش عارف هو عايز انهي واحده. بس هو قال لي كلو ان هي ماكسيمم. ماكسيمم ده معناه ان انا عايز الباست ماكسيمم، والباست ماكسيمم يبقى امتى؟ لما بجمع حاجتين مع بعض. طيب مطلوب رقم سي بيقول لي ايه؟ بيقول لي عايز اعرف الماكسيمم فريكوانسي اللي هتوصل للموشن ديتكتور، يعني بعد ما انا خبطت في جدار القلب عايز اعرف الماكسيمم فريكوانسي اللي هترجع لي تاني. فده معناه ايه؟ ان انا هابلاي ايه؟ هابلاي دوبلر تاني. طيب هابلاي دوبلر مين بقى السورس ومين الريسيف؟ قلب البيبي هو ايه؟ سورس ولا ريسيف؟ سورس، صح؟ حد معترض ان قلب البيبي هو السورس؟ طب مين الريسيف؟ مين الريسيف هو ايه؟ الديتكتور، تمام؟ طيب انتوا بس اخدتوا اتندنس ولا هو النهارده اخر حاجه اخر مره؟ هو انا مش فارق معايا، انا ممكن عادي، انا مش يعني ايه انا اقصده بس عشان الاسبوع اللي فات بدانا اتندنس، خلينا نكمل الاسبوع ده وخلاص. ايا كان يعني انا مش فارق معايا، انا ممكن اقصد لكم كلكم يعني فول مارك يعني. طيب ده السورس وده الريسيف، فده اتجاه الفي ويف، ده البوزيتيف دايركشن. طب حد معترض ان قلب البيبي هو السورس والريسيف هو الديتكتور؟ طيب خلينا ابلاي دوبلر تاني، هنقول ايه الفي او الاف او على الاف اس بتساوي في ماينس على الفي ماينس، اوكي؟ طيب الاوبزرفر ثابت ولا بيتحرك؟ مين الاوبزرفر؟ الديتكتور، صح؟ الديتكتور بيتحرك ولا ثابت؟ ثابت. احنا قلنا ان هو از ان كونتاكت، فهو ده معناه ان هو الفيلوسيتي بتاعته بزيرو. طيب نيجي تاني لقلب البيبي. طب خلينا الاول قبل ما نيجي للفيلوسيتي بتاعته، هو مين الاف اوبزرفر دي اللي هي ايه؟ عند الديتكتور، صح؟ طيب وهو عايز الديتكتور دي تبقى ايه؟ ماكسيموم ولا لا؟ عايزها ماكسيموم. طيب السورس مين السورس؟ قلنا السورس هو قلب البيبي. طب الفريكونسي بتاعت قلب البيبي دي هتبقى بتوسليت بأني فريكونسي؟ اللي احنا لسه جايبينها، صح؟ دي بتوسليت نتيجة ان هو خبط ايه؟ في ويف خبطت فيها. فهستخدم الفريكونسي اللي احنا لسه جايبينها الماكسيموم. حد معترض؟ يعني هي مسألة بدل ما يطلب لك مطلوب واحد يقول لك انا خبطت قلب البيبي ورجعت لي، فهات لي الويف اللي رجعت لي قسمها على اثنين. قال لك انا عايز اعرف الفريكونسي اللي هتخبط قلب البيبي كماكسيموم، وبعد كده عايز اعرف الماكسيموم اللي هتوصل لي، تمام؟ فهو قسمها لك على مطلوبين، كتر خيره. فايه؟ هنستخدم دي هنا. حد معترض؟
طيب بالنسبه للاوبزرفر ديتكتور ماكسيمم ما علينا، فهو عايز الماكسيمم، انا عايز دي ماكسيمم، فده معناه ايه؟ ان المقام مينيمم ولا ماكسيمم؟ مينيمم صح؟ فالمقام ده لما يبقى مينيمم ده معناه ان حاجتين مطروحين ولا مجموعين؟ مطروحين، تبقى دي لازم تبقى ايه؟ الفي بتاعت القلب وبلس. تمام؟ حد مش فاهم النقطه دي؟ طيب سو فار هتطلع في الاخر ان الفريكونسي دي 2 ميجا هرتز زائد 57 هرتز، يعني 2006 صفار زائد 75 هرتز. ففي الحقيقه الفريكونسي اللي انت هتستقبلها مش هي الفريكونسي بتاع دقات القلب، بس زي اكنها كارير، يعني انتوا ما خدتوش كوميونيكيشن صح؟ زي اكنها ده البيز او ده الحاجه الاساسيه اللي هي 2 ميجا هرتز، ده اللي انا بعتها اوريدي تمام؟ ونتيجه ان انا بعتها حصل ان هي خبطت في جدار القلب وجدار القلب عمال بيتحرك، فخلت لي الفريكونسي اللي انا استقبلها هنا زادت، بقت ايه؟ 2 ميجا هرتز زائد 57 هرتز. فال 57 هرتز دي بتمثل ايه؟ بتمثل هي دي دقات القلب تمام؟ فهم بيعملوا سام هاو بقى موديفيكيشن بيخليكي في الاخر تسمعي ايه؟ دقات القلب اللي هي 57 هرتز دي حاجه الكتريكالي اللي هي يعني وات ايفر بقى ايه اللي هيعملوه لك في الاخر يعني. بس هي دي الفكره العامه بتاعت المساله. حد مش فاهم؟ طيب مساله رقم 8. دقات القلب دي عند الماكسيمم، ليه عند الماكسيمم؟ ان هو عمال اب اند داون اب اند داون تمام؟ يعني هي مش لازم تبقى القيمه دي، هتبقى اب اند داون عماله بتقل وتزيد. طيب مساله رقم 8 انا هديكم بس دقيقتين، مساله رقم 8 هنقرا المساله، انا بس عايزكم ترسموا الرسمه في الورقه عندكم، لان المساله رقم 8 تريكي في الكي ووردز بتاعتها، انا ممكن احلها واكتبها عادي ومش هتحسوا بحاجه، مش هتحسوا بحاجه حرفيا، هتلاقي مساله سهله جدا، بس هي صعوبتها انك انت ترسم الرسمه بتاعتها. لو اتصور معاها طيب. طيب مسألة رقم 8 معاكم الشيت ولا اكتبها طيب ولا ايه؟ متعبين انتوا على فكرة. يعني بقول لك اكتبها تقول لي لا مش لازم يعني. نعم ايه؟ اكتبها لك انا اسهل صح؟ طيب ايه؟ لا ما يعني بس خليك كل واحد في مكانه، خليها معاك ماشي. شباب هديكوا دقيقتين، انا كتبت المساله اهو، انا عايز بس ترسموا الرسمه، او يعني مش عايز اكتب الكونكلوجن، عايزكم ترسموا الرسمه وتكتبوا ايه اللي هي اف او على اف اس بتساوي ايه، بس ده اللي انا عايزه. هديكوا دقيقتين او يعني 5 دقايق بالظبط، وهشوف كده اللي عملها صح يعني ايه ممكن نديله بونص يعني. واللي عملها صح يعني بيقول لي في الاخر يبقى اديله بونص يعني، بس امانه علميه يعني. مش هلاقي لي كل السكشن جاي لي يقول لي احنا عملناها صح. طيب مساله بتقول ايه؟ بتقول لي عندي سياره اسعاف تتحرك ايست داون هاي واي ات سبيد اوف 33.5، بيقول لي ان السيرينا بتاعتها الفريكونسي بتاعتها ب 400 هرتز، عايز يعرف الفريكونسي لشخص هيسمعها لو هو كان في عربيه تحرك ويست ات سبيد اوف كذا تمام. تاني بيقول لي عربيه الاسعاف تحرك ايست داون هاي واي والعربيه الثانيه بتحرك ويست. طيب
انا هستخدم اللي هو قاله، قال عربيه اسعاف تحرك ايه؟ است. عربيه الاسعاف تحرك ايه؟ ايست، صح؟ فايست ده معناه ايه؟ شرق، صح؟ طيب هل ايست داون دي معناها جنوب شرقي؟ لا، هو ايست تحرك شرق، داون ا هاي واي دي حاجه ثانيه، يعني هو بتحرك على هاي واي، على طريق سريع. فعربية الإسعاف تحرك ايست داون هاي واي، تحرك شرقا على طريق سريع. فدي كده ايه؟ عربية الإسعاف. طيب الناحية الثانية، شخص في عربية ما تحرك ايه؟ ويست. طيب مطلوب رقم ايه؟ بيقول لي ايه؟ لو كان الاثنين ابروتشز، فلو كان انا بتكلم على اللي هيحل التو ريكوايرمنتس، مطلوب ايه؟ سهل ما فيهوش حاجة. طيب مطلوب ايه؟ لو كانت العربية تحرك ايه؟ ويست. دي كده ايه؟ عربية بتحرك ويست، تمام؟ طيب مطلوب بيقول لي as the car approaches the ambulance، ال car approach the ambulance، دي كيس A ولا لا؟ بيحصل approaching ما بين A و ما بين ال car وما بين ال ambulance، صح؟ طيب ده كده اللي هو مطلوب رقم A. طب مين ال source؟ سيارة الإسعاف. ومين ال receive؟ العربية. يبقى ال wave هتحرك from source to receive، يبقى ده ال V، دي البوزيتيف دايركشن بتاعها. طيب هنكتب الاف او على الاف اس بتساوي ايه؟ في ماينس على في ماينس، اوكي؟ طيب الفي بتاعت الاوبزرفر بتتحرك مع ولا عكس؟ مين الاوبزرفر؟ ريسيف، عكس، صح؟ تبقى نيجاتيف في اوبزرفر او في كار، ماشي؟ هو مديها لي. طيب السورس بتحرك مع ولا عكس؟ مع، تبقى في اس. طيب مطلوب رقم A اللي هو المفروض معظمكم المفروض عامله صح يعني. طيب مطلوب رقم B، مطلوب رقم B بيقول لي ايه؟ as the car moves away from the ambulance، يعني الكار اتحرك بعيد عن الامبولانس، ده معناه ايه؟ هخلي سيارة الاسعاف تمشي كده. ليه بقى؟ ليه؟ عشان هو قايل ان هي بتحرك ايه؟ ايست، صح؟ فايست ده معناها ايه؟ ان هي دايما ايست بغض النظر مين بيعمل ايه، يعني فهي دايما هتبقى ايست. فده معنى عربيه الاسعاف بقت ايه؟ بقت هنا. تحرك ايست. الكار الثانيه بتحرك ايه؟ بتحرك ويست. طيب مين السورس ومين الريسيف؟ عربية الإسعاف هي السورس والعربية هي الريسيف. دي كده البوزيتيف دايركشن ودي الفي، عكسه، صح؟ ماشي، مركزين. طيب هنكتب اف اوكي. طيب هنا الاوبزرفر بيتحرك مع ولا عكس؟ مع، صح؟ اتجاه الويف كده والاوبزرفر بيتحرك كده، يبقى هنا في اوبزرفر. طيب السورس بيتحرك مع ولا عكس؟ عكس، تبقى ايه؟ ماينس في اس. حد مش فاهم المساله دي؟ طيب هو يعني في ناس كتير بتغلط اللي انا كنت بقوله ده، ان هو اخلي عربيه الاسعاف اعكس بقى اتجاهها. طب ليه يا حبيبي تعكس اتجاهها؟ عشان يبقوا بعاد عن بعض، يبعدوا عن بعض، تمام؟ فلا، ده مش صح. دايما انا حافظ على ايست. هي ايست دي موجوده في متن السؤال ولا في مطلوب رقم A؟ في متن السؤال، في السؤال فوق، فده معناه ان هي valid for A and B، صح؟ فهي دايما ايست ودي دايما ويست. كيس دول approaches وكيس دي ايه؟ receding عن بعض او away from the impedance، تمام؟ طيب دي كده ايه؟ مسألة رقم 7. مسألة رقم يعني اللي حلها صح يعني يرفع ايده كده. طب مين اللي حلها غلط؟ طيب انت يعني انا اديك انت بونص على فكرة. لأمانتك العلمية. طب ما حلتهاش اصلا شكلك كده. طيب تعالى. طيب شيت رقم 4، مسألة رقم 9.
هو في 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 مسالتين تقريبا كمان في الشيت على الدوبلرز ايفكت، انا سبتهم لكم هتحلوهم، يعني انا اخترت المسائل الصعبه او اللي فيها رغي كتير، هتحاولوا تحلوهم يعني، لو ما عرفتوش ببصوا على الحل بتاعي، لو كده ابعتوا لي يعني اسالوني. ماشي. طيب مساله رقم 9 شيت 4 بقى، الشيت اللي هو الجديد بتاع الالكترومغنيتيك ويفز. مساله رقم 9 برضه اخترت المساله اللي فيها رغي كتير، ممكن الاسبوع الجاي ممكن نحل لنا مسالتين تانيين من شيت رقم 4 وكملوا انتوا الباقي. تمام. الحلول موجوده، الحلول بتاعت شيت 3 4 2 1 كله موجود عندكم على الدرايف. طيب مساله رقم 9 بتقول لي ايه؟ بتقول لي هاند هيلد سيلولار تليفون، يعني تليفون محمول بيوبريت مش عارف فريكونسي من 800 هرتز ل 900 ميجا هرتز، بيطلع اوتبوت باور 0.6 وات، بيقول لي عايز الافريج ماجنيتيود اوف بوينتنج فيكتور 4 سنتيمتر اواي فروم ايه، فروم انتنا ويز لينث 10 سنتيمتر. بيقول لي عندي تليفون محمول الانتنا بتاعته طولها 10 سنتيمتر، بيقول لي الباور على بعد الباور اللي بتطلع من الانتنا بتساوي 0.6 وات، عايز يعرف الافريج ماجنيتيود بتاع البوينتنج فيكتور على بعد ايه 4 سنتيمتر اواي فروم ايه فروم ذا انتنا. طيب هنعمل ايه؟ الاس افريج دي بتساوي ايه؟ الاس افريج دي اللي هي الانتنسيتي، صح؟ احنا قلنا الاس افريج بتساوي الانتنسيتي. طب والانتنسيتي باي ديفينيشن هي ايه؟ الباور بير يونت اريا، صح؟ فهتساوي الباور على الاريا. طب يعني عشان بس في الاخر ما بقاش في زحمه، فيعني بامانه يعني نطلع ورقه ونكتب فيها الاسماء اللي ايه حلت المساله صح يعني. وانتوا حليتوا معايا في الاول صح؟ فاكتبوا اسمكم ولا حليتوا دي كمان صح؟ نعم؟ نعم؟ مش سامع. مش سامع. مش احنا قلنا اللي هيحلها صح هو اللي هياخد بونص؟ هنخم يعني؟ هنخم؟ يا جماعة بس بجد اللي حل المسألة صح هو اللي يكتب اسمه، عشان يعني ده مش اتندنس، ده بونص. دي حاجة تانية يعني. طيب مسألة رقم 9 بتقول ايه؟ بتقول لي الاي افريج، يا شباب نركز. الاس افريج بتساوي الانتنستي اللي هي باور بير يونت اريا. اوكي؟ الباور بير يونت اريا، الباور هو مديها لي، طب ايه مين اليونت اريا او مين الاريا بتاعتي؟ ليه؟ لا بالراحة بس، نركز بس كده يا جماعة، عشان هنخصم البونص ولا ايه؟ نركز كده يا جماعة. بيقول لي انتنا بتطلع باور، تمام؟ الانتنا دي انتنا يعني مش عايز ديفينيشن، يعني انتنا الانتنا دي بتطلع باور 0.6 وات، عايز يعرف الاس افريج على بعد 4 سنتيمتر اواي فروم ذا انتن. طيب الاس افريج قلنا هي الاي اللي هي الانتنسيتي باور بير يونت اريا. طيب الانتنا دي او الانتنا اللي هي الخط، يعني احنا عارفين السورس لو هو كان بوينت سورس هيطلع ويف شكلها عامل ازاي؟ سفيريكال. طب لو هو كان السورس كان لينير او خط هيطلع ايه؟ سلندريكال ويف، صح؟ فده هيطلع لي سلندريكال ويف، صح؟ طيب يبقى هي الباور بير يونت اريا، انهي اريا؟ الاريا بتاعت السلندريكال، الاريا بتاعت السلندر اللي هي اللي بيطلعها. طيب فهنا هتقول الباور اللي هو مديها لي 0.6 وات على الاريا اللي هي ايه؟ اللي هي بتاعت السلندر، السيرفيس اريا بتاعت السلندر اللي هي بتساوي 2 باي ار في ال. 2 باي ار في ال، طب مين الار؟ ال 4 سنتيمتر، ليه ال 4 سنتيمتر؟ بيقول لك انت الموبايل حاطه على ودنك، فدي الانتنه وودنك هي الريسيفر او هي المكان اللي انت عايز تحسب عنده الاس افريج. فدي هي ال 4 سنتيمتر وال ال اللي هي ايه؟ 10 سنتيمتر. طيب هتطلع الكلام ده بايه؟ 23.6 تقريبا. 23.9 وات ايفر. طيب فدي وات بير متر سكوير. عايز يعرف بيقول لي لو كان الماكسيمم ستاندرد اكسبوجر فور بيرسون، يعني الانسان او الستاندرد اللي المفروض الانسان يستحمله 0.5
7 ملي وات بير سنتيمتر سكوير. ده ستاندرد شركات الكوميونيك او مش شركات الكوميونيكيشنز يعني اللي هي بتاعت الكوميونيكيشن بروتوكول تحط ستاندرد على شركات الموبايل ان هي تصنع حاجه زي كده ما تطلعش اب باور عاليه عشان الانسان يعني. فبيقول لك الستاندرد اكسبوجر 0.57 ملي وات بير سنتيمتر سكوير. عايز يعرف هل الكلام ده بيفايوليت الستاندرد ولا لا. طيب الرقم اللي طلع كام؟ 23.9 وات بير متر سكوير. وات بير متر سكوير. طيب هل ده اكبر من ده؟ اه اكبر من ده. هل الكومباريزن كده فير؟ لا لازم احول اليونتس بتاعت دي صح؟ فهحولها تطلع ايه؟ 5.7 وات بير متر سكوير. انا هضرب 10 اس ناقص 3 فوق وتحت 10 اس ناقص 2 اكني ضربت في 10. بقت 5.7 وات بير متر سكوير. طيب الكومباريزن كده فير؟ اه. طب ال 23 دي اللي هي الستاندرد ماكسيمم. العكس ال 5.7 دي اللي هي الماكسيمم ستاندرد. هل الموبايل الباور اللي بيطلعها بتفايوليت ولا لا؟ بيتفايوليت صح؟ ان هو 23 دي اكبر من الستاندرد، فاكبر من الستاندرد ده مضر تمام؟ فهو بس اللي عايز يقوله لك ان ايه؟ ان هو انت بتفايوليت الكلام ده، فهو عايز يربط لك الالكترومغنتيك ويفز الكورس اللي انت اخدته بالحاجات بتاعه الكوميونيكيشنز تمام. طيب الكونكلوجن في القصه دي هتقول ان هو بيفايوليت الكلام ده بس. فده بس الكومنت اللي هو مكتوب في الريفرنس يعني ان هو ده هاند هيلد اوبسوليت او اوت ديتد يعني حاجه ما بقتش تستخدم خلاص تمام. فده الكومنت المفروض كنا نقوله يعني. في حد عنده سؤال؟ طيب يعني حاولوا في باقي المسائل. هو دكتور نهى كانت قالت لكم ان في كويز قريب على دوبلر صح؟ نعم نعم ايه يعني الثلاثة وقام بيعبارة عن ايه؟ نعم طب معلش بس هو فاضل 5 دقايق على السكشن صح؟ ما مش عارف اعمل ايه. طيب يعني 5 دقايق بس معلش. اكبر ورقه الورقه اللي فيها اكبر عدد من الاسماء دي نثبتها ونوزعها تاني. في ورقه اتندنس ماشي مش مشكله.